السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرنسية تيوب لتعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله سنقوم بحل اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية سنة الخامسة ابتدائي الفصل الثاني. تابعوا الفيديو كاملا للاستفادة. نبدأ بقراءة النص. Le facteur. ساعي البريد. Monsieur Kamal est un facteur. السيد كمال ساعي بريد. C'est lui qui distribue les lettres et les colis aux habitants du village. هو الذي يوزع الرسائل والطرود على سكان القرية. Il est très connu parce qu'il visite toutes les maisons. إنه معروف جدا أو مشهور لأنه يزور كل المنازل. Chaque jour, كل يوم, il apporte les nouvelles, les bonnes comme les mauvaises. كل يوم يحضر أو ينقل الأخبار الجديدة الجيدة بالإضافة إلى الأخبار السيئة. Il a un vélo pour se déplacer entre les quartiers. لديه دراجة ليتنقل عبر الأحياء. إذن هذا هو النص والذي يتحدث عن le facteur أو ساعي البريد. Compréhension de l'écrit. Quel est le métier cité dans le texte? ما هي المهنة المحددة في النص أو المذكورة في النص؟ إذا من العنوان نعرف أن المهنة هي le facteur أو ساعي البريد. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le facteur soigne les malades. ساعي البريد يعالج المرضى. Il utilise un vélo. يستعمل دراجة. Le facteur soigne les malades. خطأ. C'est faux. لأنه يقوم بنقل أو توزيع الرسائل والطرود. C'est lui qui distribue les lettres et les colis. أما الطبيب فهو الذي يقوم بعلاج المرضى. Il utilise un vélo. هو يستعمل دراجة. Oui, c'est vrai. الجملة الدالة على ذلك في النص هي Il a un vélo pour se déplacer entre les quartiers. إذن هو يستعمل الدراجة لينتقل بين الشوارع أو الأحياء. Relève du texte deux mots antonymes. استخرج من النص كلمتان متضادتان. إذن لدينا هنا في الجملة ما قبل الأخيرة les bonnes comme les mauvaises. نلاحظ هنا أن لدينا كلمة bonne وتعني جيدة. mauvaise تعني سيئة. إذن bonne ضدها هو كلمة mauvaise. Conjugue au futur simple. Le médecin, le verbe soigner. Les malades. إذن قلنا لتصريف الأفعال في le futur simple كل ما علينا فعله هو كتابة الفعل مجددا كما هو ونضيف له les terminaisons الخاصة بالفuture. إذن لدينا هذا الفعل هو le verbe soigner يعالج هو فعل من أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي بER. إذن نكتبه كما هو ونضيف له la terminaison. La terminaison تكون حسب le sujet. إذن إذا كان je, on ajoute ai, tu, as, il ou elle, a, nous, ons, vous, ez, il ou elle avec s, ont. إذن لدينا هنا le médecin, هو un nom. Singulier, masculin. Masculin, singulier. إذن مفرد مذكر نعوضه بإيل. نقول Le médecin soignera les malades. الطبيب سيعالج المرضى. إذن قمنا بكتابة الفعل كما هو وأضفنا له A لأنه مصرف مع إيل أو singulier. Écrit au féminin. اكتب في صيغة المفرد المؤنث. إذا لدينا هنا Monsieur Bachir est un boulanger. السيد بشير هو خباز. Madame دليلة est. السيدة دليلة هي. إذا أول شيء هو un في صيغة المؤنث تصبح une. Boulanger في صيغة المؤنث تصبح boulangère. نلاحظ هنا هي تنتهي بER وقلنا الكلمات أو الأسماء التي تنتهي في صيغة المذكر بER في صيغة المؤنث تصبح E accent RE. إذن R
Boulanger, boulangère. Monsieur Bachir est un boulanger. Madame Dalila est une boulangère. نذهب إلى la production écrite. Ali est le policier de ton quartier. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter ce métier. إذن علي هو شرطي حيكم. أنشئ أو أكتب فقرة من 4 إلى 5 جمل لتقدم هذه المهنة. إذن نحن نتخيل أن لدينا مثلا هذا علي هو الشرطي الذي في الحي وسنقوم بتعريف مهنة الشرطي في فقرة من 4 إلى 5 جمل. إذن donne un titre à ton paragraphe, أعطي عنوانا لفقرتك. Utilise la troisième personne du singulier il, استخدم الضمير il. Utilise le présent de l'indicatif, استخدم زمن المضارع. N'oublie pas de mettre les signes de la ponctuation qui convient. لا تنسى استخدام أو توظيف علامة الترقيم المناسبة. إذن لدينا جدول فيه les verbes et les noms. الأفعال والأسماء. Protéger, يحمي. Régler, يسير أو ينظم. Arrêter, يوقف. Utiliser, يستخدم. Être ou avoir بطبيعة الحال. في الأسماء لدينا le policier, الشرطي. Le poste police, مركز الشرطة. Le pistolet, المسدس. La matraque, تلك العصا التي يستخدمها الشرطي. Les menottes, القيود أو تلك الأصفاد. Les voleurs, اللصوص. La circulation, حركة المرور. إذن أول شيء هو أن نبدأ بإعطاء عنوان للفقرة والعنوان فيه دائما اسم المهنة. إذن le policier, الشرطي. نبدأ أولا بتقديم المهنة. مثلا نقول من هو الشرطي وأين يعمل. Le policier est une personne qui travaille dans un poste police. الشرطي هو شخص يعمل في مركز الشرطة. Il utilise le pistolet, la matraque et les menottes. هو يستعمل المسدس, العصا والقيود. Il arrête les voleurs et règle la circulation. يوقف اللصوص وينظم حركة المرور. Grâce à lui, nous sommes en sécurité. بفضله نحن في أمان. إذا أعطينا عنوان في البداية هو عن اسم المهنة. ثاني شيء قمنا بتقديم مهنة الشرطي. أعطينا تقديم أين يعمل ومن هو. ثم ذكرنا الأشياء أو الوسائل التي يستخدمها في المهنة. ذكرنا le pistolet, la matraque et les menottes. ثم قلنا وظيفته أو دوره. قلنا أنه يوقف اللصوص وينظم حركة المرور. وختمنا الفقرة بجملة تقول grâce à lui nous sommes en sécurité. إذن بفضله نحن في أمان. ويمكننا أن نقول أيضا c'est un métier noble أو عمل نبيل. المهم كان هذا هو اختبار اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ليتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله.